الرئيس السيسي يؤكد في حديث للصحف القومية أن القرار المصري مستقل وأن العلاقات مع دول العالم تقوم على الشراكة لا التبعية. هجوم للقوات الكردية ضد الجيش السوري في الحسكة، والمعارضة المسلحة تستعد لعملية عسكرية من تركيا ضد داعش في جرابلس. القوات الليبية تواصل تقدمها في مدينة سرت وتستعيد السيطرة على مقر استراتيجية من قبضة تنظيم داعش. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل بانورام النيل، هذه التغطية الإخبارية الشاملة. قام رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات السياحية والخدمية التي يجري تنفيذها أعلى هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة. يرافقه كل من مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية الجديدة وعدد من قيادات القوات المسلحة. واطلع الرئيس السيسي خلال الجولة التفقدية على الموقف التنفيذي لهذه المشروعات والتي سيتم ربطها بساحل البحر الأحمر من خلال التلفريك، كما تفقد الأعمال الجارية لتطوير الطريق الذي يشق جبل الجلالة، حيث شهد الرئيس تفجير أحد الممرات في إطار استكمال الطرق الخاصة بالمشروع والمؤدية إلى أعلى هضبة الجلالة. ومن المقرر أن يضم مشروع مدينة الجلالة عددا من التجمعات السكنية تتماشى مع جميع المستويات الاجتماعية بهدف أن تكون المدينة نموذجا للمدن الجديدة التي تتمتع بجميع المرافق والخدمات وتوفر ظروف معيشية كريمة للمقيمين بها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار موسع مع رؤساء تحرير الصحف القومية أن القرار المصري مستقل وأن علاقاتنا مع دول العالم تقوم على الشراكة لا التبعية. وأضاف الرئيس أن مياه النيل ستظل تتدفق إلى مصر، مشيرا إلى أن التعاون الثلاثي مع السودان وأثيوبيا يسير بشكل مطمئن. وفيما يخص ملف تيران وصنافير، أكد الرئيس أن التعامل مع الملف يأتي في إطار احترام مؤسسات الدولة والقضاء، مشددا أن مجلس النواب لديه فرصة كاملة لدراسة الاتفاقية. وصرح السيسي أنه لا توجد قوات برية مصرية في أي بلد بالمنطقة، مشيرا إلى أن القوات البحرية تقوم بتأمين حرية الملاحة في باب المندب. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد، كيف تقرأ حديث السيد الرئيس لرؤساء الصحف القومية، خاصة أنها تناولت العديد من القضايا التي تمس الداخل المصري مثل قضية سد النهضة ومحطة الضبع النووية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطبيعة الحال الحوار في غاية الأهمية صحفيا، رئيس الجمهورية هو المصدر الأول للأخبار، وبالتالي فعندما يتم نقاشه أو التحاور معه خلال هذه الأيام
فهذا شيء مهم. يعني اتصور انه الرئيس يعني كما فهمت من بعض الزملاء الذين اجوا الحوار هو عباره عن حلقتين مهمتين، حوار استغرق 7 ساعات. الجزء الاول متعلق بالقضايا الخارجيه ونشر اليوم، وغدا يفترض ان هناك جزء اخر يتعلق بكل القضايا المحليه او قضايا الداخل المصر وبالخصوص قضيه الاصلاح الاقتصادي. الحوار تطرق الى تقريبا كل ما يهم مصر خارجيا، وفي تقدير الشخصي انه يعني جاوب على حاجات مهمه او اجلى بعض الغموض في قضايا هذه المره الاولى على سبيل المثال التي يتحدث فيها الرئيس الى عن تركيا وجدل الدائر بشان الموقف التركي غير المفهوم من الداخل المصري. قال الرئيس ان مصر يعني تعطي الاتراك فرصه لكي يصححوا موقفهم. ايضا موضوع المياه النيل والنهضه تطور مهم ان يطمن الرئيس المصريين الى ان مياه النيل ستتدفق، وهذا شيء مهم. طبعا السؤال الجوهري ربما يعني تتدفق باي كميه، هل هناك شبه اتفاق مع اثيوبيا او تفاهم على الاقل حول فتره ملء السد؟ يعني نتمنى ان يعني نحصل على اجابه ليها قريبا. هناك ايضا الكلام حول العلاقات المصريه مع دول العالم معظمها يعني بتترسخ، وانه وجهه النظر المصريه الناس بداوا يفهموا ان هي صحيحه فيما يتعلق بنظره مصر للاقليم. الجزء الخاص بالمفاوضات المقترحه التي اقترحها الرئيس الروسي انه تستضيفها موسكو بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الفلسطيني محمود عباس، ده تطور مهم قد يعني انه في شيء على الارض يعني قابل للتبلور. الكلام حول اليمن وان مصر تشارك فقط بقوات بحريه في باب المندب لحمايه المياه البحريه وتامين دخول وخروج السفن من قناه السويس، وان هناك قوات جويه فقط يعني في السعوديه، وانه لا توجد قوات بريه، ده شيء تطور او خبر في غايه الاهميه. علاقتنا بدول الخليج علاقات جيده وثابته وليست قائمه فقط على الناس بيختزلوها في مساله مساعدات ماديه. ايضا الكلام حوالين الشروط المصريه والرؤيه المصريه للحل في سوريا. انا اظن في عنصر مهم اضيف اكثر وضوحا، وهو ان مصر بتطالب بنزع سلاح الميليشيات المسلحه. الجزء الثاني يعني انا اظن برضو الجزء الخاص بالسياحه فيه تطور مهم، وان شاء الله يعني يتم تنفيذه قريبا. فيه أن السياحة الروسية والبريطانية سوف تعود قريبا إلى مصر، صحيح أنه ما فيش تاريخ لكن بدأنا نعرف أنه في رحلات تجريبية روسية سوف تبدأ قريبا. نعم. وبالتالي أنا أظن أن ده تطور مهم. طيب فيما يخص الشأن الداخلي، كيف قرأت تصريحات السيد الرئيس للصحافة المصرية؟ الحقيقة أن اليوم ما فيش حاجة مباشرة تمثل الوضع الداخلي، إلا طبعا كل القضايا الخارجية تخص الوضع الداخلي تنعكس بشكل ما أو بآخر. طبعا الجزء ده اللي نشر النهاردة هو جزء خاص بقضايا نظرة مصر قضايا الخارج. نعم. قضايا الإقليم وقضايا العالم، علاقتنا بأمريكا بروسيا بالصين، سد النهضة، سوريا، الخليج، الوضع في ليبيا وتحدث عنه بالتفصيل، وأن الإرهابيين بيفروا أحيانا من سوريا والعراق ويجوا إلى ليبيا. لكن الجزء الخاص بالداخل هيكون يعني بكره. نعم. ويعني حتى في بعض التنويه في بعض الصحف الزميله الجمهوريه بتقول انه بكره الرئيس في الحوار الجزء الثاني يتناول ملفات الوضع الاقتصادي، العداله الاجتماعيه والشباب والمرأة. نعم. اشكرك شكرا جزيلا على هذه الرؤى، الكاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق. تقدم أكثر من 100 نائب في مجلس النواب بمشروع قانون بإنشاء الهيئات الصحفية والإعلامية التي نص عليها الدستور. يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب تقارير اللجان النوعية حول الموافقة على عدد من اتفاقيات التعاون والبروتوكولات بين مصر وعدد من الدول، كما تبحث اللجنة الدينية إجراءات توجه وفد من البرلمان إلى السعودية لمتابعة إجراءات الحج. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل هشام حامد. هشام، كيف تتابع جلسات مجلس النواب المنعقدة الآن، وما أهم ما يتم مناقشته حاليا؟
نعم، يعني في البداية لابد أن نشير إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب وهي الجلسة 90 المنعقدة اليوم تأخرت عن موعدها بسبب تأخر عدد من النواب وغياب عدد من النواب، وبالتالي النصاب القانوني لم يكتمل في البداية، لكن مع اكتمال النصاب القانوني بدأت الجلسة العامة اليوم، وحتى اللحظة وافقت على 5 اتفاقيات بقرارات من رئيس الجمهورية. الأول الخاص باتفاقية بين مصر وإيطاليا لتوفير خط ائتماني إيطالي مخصص للصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أيضا تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي بهدف تقديم الدعم أو في إطار الدعم الموحد. أيضا وافق مجلس النواب في جلسة اليوم على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الموقعة بين مصر وألمانيا المخصصة للدعم الفني والتدريب التحويلي. أيضا وافق مجلس النواب على بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، يعني البروتوكول التعاون خاص بتحسين إدارة مشروع هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في 4 دول، مصر وليبيا وتونس والمغرب. أيضا الجلسة العامة وافقت على اتفاقية موقعة بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ودولة الصين لإقامة عدة مشروعات في مصر في مجالات النسيج والطاقة والموانئ والسكك الحديدية. الآن الجلسة تناقش الاتفاقية الموقعة بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بخصوص القرض المقدم من الصندوق لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية. أيضا في جعبة المجلس العديد من المشروعات والاتفاقيات التي سيتم التصويت عليها فور الانتهاء من قرار أو الموافقة أو عدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بخصوص القرض بين الصندوق الكويتي وجمهورية مصر العربية. نعم، أشكرك هشام حامد مباشرة من مجلس النواب. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية النائب جيف فورتينبري عضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق الذي يزور مصر حاليا. تناول لقاء تبادل الرؤية تجاه التطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة في العديد من المجالات. بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروع أنفاق قناة السويس، حيث يتم العمل حاليا في أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد كأسبقية أولى. تسهم هذه الأنفاق في عمليات التنمية وتشجيع الاستثمارات التي تعمل على إقامة مجتمعات عمرانية جديدة. رايين جديدة تمتد في جسد الدولة المصرية تمنحها الحياة، تتمثل في الشبكة القومية من الأنفاق والطرق التي تربط مناطق مصر المختلفة، ومنها مشروع أنفاق قناة السويس للربط بين محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بسيناء ومنطقة شرق القناة. المشروع ده أهم حاجة بتميزه أنه هو بينهي عزلة شرق القناة بغرب القناة، بينهي عزلتنا وإخواتنا اللي موجودين في منطقة سيناء، بينهيها وبيربط مصر كلها ببعضها، وبالتالي كل الحركة سواء حركة النقل، حركة الناس، العربيات، الملاك، كل الحاجات دي كلها بتبقى سهلة الاتصال، لأن زي ما حضرتك عارفة أن احنا حاليا دلوقتي بنستخدم معديات، المعديات دي بتاخد وقت وانتظار وكامل. وفي الوقت الأهم من ده كله أنه بيغير الاستراتيجية بتاعة منطقة الشرق الأوسط بالكامل. المجموعة الأولى من الأنفاق الجديدة تقع في منطقة شمال الإسماعيلية، تتمثل في نفقي سيارات بطول 6100 متر، بالإضافة إلى نفق سكة حديد بطول 15 كيلومترا و800 متر مربع. البداية بتاعتنا كبداية تخطيط وتصميم للمشروع كانت في يناير 2015، لو حسبنا حضرتك من يناير 2015 ليونيو 2018 بنتكلم في 3.5 سنين شاملة التخطيط. أي المشاريع المشروعات المماثلة في أي مكان تاني في العالم بنتكلم من 7 إلى 9 سنين على الأقل بدل 3.5 سنين. أعمال الحفر بالماكينات الألمانية سوف تنفذها شركات مصرية وطنية بالتعاون مع القوات المسلحة. القوات المسلحة لما قالت إنها تعمل مشروع زي ده جابت شركات مصرية، الحمد لله يعني الاختيار وقع علينا كإحدى الشركات اللي شغالة في المشروع، إن احنا نقدر نيجي ونشتغل
في يعني كل يعني نشتغل في مشروع بالحجم زي ده. أنفاق قناة السويس الجديدة سوف تساهم بشكل كبير في دعم مناخ التنمية والاستثمار في سيناء خاصة ومصر بوجه عام. القوات المسلحة المصرية تقود مسيرة التنمية والتعمير لربط مختلف مناطق الجمهورية لتهيئة المناخ للاستثمارات المستقبلية المنتظرة ولتلبية احتياج المواطن المصري والرفع عن كاهله. من مشروع أنفاق قناة السويس، نشوى صالح، النيل. إلى التطورات في سوريا، حيث تتواصل المعارك العنيفة بين المقاتلين الأكراد والقوات السورية في مدينة الحسكة في محاولة من كلا الطرفين لإثبات قوته على الأرض. من جهة أخرى، شنت وحدات حماية الشعب الكردية هجوما ضخما اليوم لانتزاع آخر مناطق يسيطر عليها الجيش السوري في مدينة الحسكة بشمال شرق البلاد. في تطور جديد للمعارك في سوريا، شنت وحدات حماية الشعب الكردية هجوما ضخما لانتزاع آخر مناطق يسيطر عليها الجيش السوري في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد. كان الأكراد قد سيطروا في وقت سابق على غويران، وهو الحي العربي الوحيد الذي ما زال تحت سيطرة الجيش السوري في المدينة. ويمثل القتال الذي اندلع الأسبوع الماضي في الحسكة المقسمة إلى مناطق خاضعة للأكراد وأخرى تابعة للجيش أعنف مواجهة بين الجانبين منذ اندلاع الحرب قبل 5 أعوام. فقد أرسل الجيش السوري طائرات حربية ضد هذه الجماعة الكردية الرئيسية لأول مرة خلال الحرب الأسبوع الماضي، مما دفع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإرسال طائرات لحماية قوات العمليات الخاصة البرية الأمريكية. وعلى الحدود مع تركيا، بدأت المعارضة السورية المسلحة الاستعدادات لشن هجوم لاستعادة بلدة جرابلس الحدودية من قبضة تنظيم داعش، في خطوة من شأنها أن تبدد آمال الأكراد بتوسيع سيطرتهم في المنطقة. مصادر المعارضة السورية أكدت أن الهجوم سينطلق من داخل تركيا في غضون أيام، ويشارك فيه مقاتلون ينتمون لجماعات تدعمها أنقرة تقاتل تحت لواء الجيش الحر، مشيرا إلى أنهم يتجمعون في معسكر تركي قرب بلدة قرقميش قرب الحدود بين البلدين. وتقع جرابلس على الضفة الغربية لنهر الفرات، وهي آخر بلدة مهمة يسيطر عليها تنظيم داعش على الحدود مع تركيا. ويرى المراقبون أن نجاح جماعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا في السيطرة على جرابلس سيكون بمثابة خطوة استباقية لمنع تقدم قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل تحالفا يغلب عليه الفصائل الكردية وتدعمه واشنطن بعد نجاحه في استعادة مدينة منبج من أيدي تنظيم داعش. وتخشى أنقرة من أن قتال الأكراد ضد داعش يستهدف جزئيا إقامة منطقة كردية بمحاذاة حدودها الجنوبية. أعلنت إيران اليوم أن روسيا أوقفت استخدام قاعدة جوية إيرانية لشن ضربات في سوريا بعد أسبوع من إعلان موسكو انطلاق قاذفاتها من قاعدة في إيران لقصف أهداف داخل سوريا. استخدمت قاذفات روسية طويلة المدى استخدمت قاعدة نوجا قرب مدينة همدان في شمال غرب إيران لشن ضربات جوية الأسبوع الماضي، في خطوة أكدت التقارب المتزايد في العلاقات بين موسكو وطهران. من جانبه، انتقد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان روسيا لأنها كشفت عن استخدام للقاعدة الجوية لشن ضربات في سوريا، ووصف ذلك بأنه فعل استعراضي وينم عن عدم الاكتراث على حد قوله. وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران ستواصل تعاونها مع موسكو. وللمزيد من المتابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من دمشق لقاء إشحادة مراسل النيل. لقاء، ماذا عن تطورات الوضع الميداني بالحسكة في ظل تواصل المعارك العنيفة بين المقاتلين الأكراد والقوات السورية في المدينة؟ نعم، اولا دعني ابدا معك من التطور الاخير، وهو سقوط اكثر من 15 قذيفه هاون وصاروخ كاتيوشا على العاصمه دمشق. موضع هذه الصواريخ هي المجموعات المسلحه المنتشره في احياء عده او في شرقي العاصمه وخاصه جوبر من جيش الاسلام وفيلق الرحمن. هذه المساله استدعت خروج الطيران السوري لقصف مواقع او مصادر الإيران التي سقطت على العاصمة دمشق والتي أودت بحياة أكثر
أكثر من 3 مدنيين وأكثر من 20 جريحا هم في مشافي حصيلة القتلى من المدنيين مرشحة للزيارة طبعا نتيجة سوء أو الوضع الصحي للكثير من الجرحى. هذا بخصوص التطور الأخير في العاصمة دمشق، أما بخصوص مدينة الحتكة فال لقاء هذه، هل هذه أول مرة يتم فيها قصف العاصمة بمثل هذه الصواريخ وهذه ولا سبق ذلك؟ لا لا، هي ليست المرة الأولى بطبيعة الحال، ولكن مضى فترة طويلة بعد مؤتمر جنيف الأخير على قصف العاصمة دمشق، يعني منذ أشهر لم تقصف العاصمة دمشق بهذه الكثافة النيرانية الصعبة التي يعني هدفت عدة أحياء في العاصمة، منها أحياء تضم سفارات وتضم مؤسسات حيوية ومؤسسات أمنية في العاصمة دمشق. مضى أشهر على قصف هذه، وقد فوجئ أهل العاصمة حقيقة وفوجئ كثير من المراقبين بهذا القصف، واعتبروه نوعا من التطور الذي يخص ربما ما يقال حول مفاوضات جنيف المجمعة، والتي تحاول بعض الهيئات الدولية والدول تنظيمها في القريب العاجل. أما بخصوص مدينة الحتكة فقد يعني تقدمت قوات الحماية الكردية وخاصة وحدات الجيش التي انضمت إليها الكثير من وحدات الحماية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية وبعض صفائف الجيش الفرنسي في المنطقة، التي شنت هجوما واسعا وعنيفا، هو الهجوم الأعنف ربما منذ بدء الاحتلالات التي حصلت فيها الحتكة منذ أيام. هذه هذا الهجوم يعني استخدمت فيه وحدات الأسيش الدبابات والمدفعية الثقيلة، وقد أتى بالتزامن على معظم المناطق التي فيها مراكز أمنية ووحدات الدفاع الوطني وكذلك بمؤسسات الدولة كالاتصالات والنقل والمياه والصحة والمراكز الأمنية، وخاصة في حي غويران الذي يضم غالبية عربية، أيضا كذلك أنه يضم أهم قاعدة عسكرية متبقية للجيش السوري في منطقة الحبكة. طبعا هناك تقدم لوحدات الأسيش، وكما أفدنا في العاصمة دمشق أن قوات سوريا ووحدات الأمنية بقيت حوالي نصف ساعة لم ترد على مصادر على هذا الهجوم نتيجة الاتصالات التي يعني قامت بها موسكو مع الأطراف الكردية والتي دعت فيها العاصمة دمشق إلى الهجوم في الرد. المعركة لدت القيمة، هناك وصفات وقد وصلتنا أنباء أن بعض الضباط الروس انطلقوا من القاعدة حميمين باتجاه مدينة القامشلي يعني لتنظيم لقاءات مع القيادات الكردية والزعامات الكردية لإعادة الهدنة وأساليها إلى التي عقدت. على كل حال لقاء بالتأكيد، اسمح لي نظرا لضيق الوقت سنعود إليك في تغطيات قادمة للمزيد من المتابعة والتفاصيل، وأشكرك على هذه المعلومات الدقيقة من أرض الواقع. لقاء إشحادة مراسل النيل في العاصمة السورية دمشق. جدد مجلس النواب الليبي رفضه منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وطلب النواب خلال الجلسة للمجلس في طبرق بالضرورة إنهاء العديد من الملفات الشائكة لمنح هذه الحكومة الثقة. يذكر أن حكومة السراج بدأت منذ أشهر مهام عملها من العاصمة طرابلس في محاولة لعودة الاستقرار إلى ليبيا بعد تدهور الأوضاع الأمنية عقب سقوط نظام القذافي عام 2011. تقدمت قوات حكومة الوفاق الليبية في وسط مدينة سرت وسيطرت على مواقع كان يحتلها تنظيم داعش بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح من الطرفين. وتمكنت قوات الجيش الليبي كذلك من السيطرة على كافة العمارات الصينية بعد اشتباكات عنيفة ضد تنظيم داعش غرب مدينة بنغازي. بلا انقطاع تتواصل الاشتباكات المسلحة في جميع جنبات مدينة سرت الليبية بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش من أجل تطهير المدينة من العناصر الإرهابية. قوات عمليات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي خاضت مواجهات ضارية مع مسلح داعش وسط المدينة أسفرت عن سقوط العشرات من القوات الأمنية بين قتيل وجريح. مصادر أمنية أفادت أن قوات البنيان المرصوص تمكنت من السيطرة على معظم مناطق سرت التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، كما تمكنوا كذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات كانت بحوزة المسلحين. وبحسب المصادر فإن الاشتباكات دارت في الحي السكني 200 وعمارات 1000 وحدة سكنية وعمارات التأمين
كما تدور الاشتباكات في الحي 1 والحي 3 آخر معاقل التنظيم في سرت. القوات الليبية جددت كذلك هجومها لطرد التنظيم الإرهابي من معاقله السابق بمدينة سرت، حيث سيطرت على المسجد الرئيسي بالمدينة وسجن تحت سيطرة التنظيم. وعلى خط المواجهة شنت طائرات أمريكية نحو 70 غارة مستهدفة مواقع التنظيم في سرت، أسفرت عن تقدم القوات الليبية التي كانت التفجيرات الانتحارية والقناصة والألغام قد أبطأوا تقدمها. وستمثل خسارة مدينة سرت ضربة كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يواصل مقاتلوه الذين فروا أو تمركزوا في مناطق أخرى في ليبيا محاولة استغلال الاضطرابات السياسية والفراغ الأمني في البلاد. وعبر الهاتف من بيروت ينضم إلينا الأستاذ عبد الحكيم معطوق الإعلامي الليبي. أستاذ عبد الحكيم، ماذا بعد رفض البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج؟ ماذا تتوقع؟ حقيقة الرفض هذا كان موضوعيا وقانونيا لجهة أنه يتعرفين المجلس الرئاسي تأخر كثيرا في نال ثقة حكومته من قبل البرلمان لاعتبارات قانونية، يعني هو هناك بنود جدول أعمال كانت وضعت ولم يفي بها مجلس النواب، وبالتالي كل ما اشتيع عن أن مجلس النواب يتأخر بسبب أن هناك مجموعة لا تريد مجلس النواب وأعضائه أن تنعقد جلستهم في تطبخ، هذا كان غير صحيح. يعني اليوم اكتمل النقاب واتفقوا جميعا، يعني تقريبا الأغلبية رفضت منح الثقة لهذه الحكومة أو حكومة الوفاق. يعني الآن يفترض أن يلتزم مجلس النواب، لأن حقيقة وفقا للإعلان الدستوري الثالث واللائحة. نعم، طيب كيف سيؤثر ذلك؟ كيف سيؤثر ذلك على الأوضاع الميدانية، خاصة أن قوات حكومة الوفاق تتقدم في وسط سرت؟ طبعا وفق اللائحة الداخلية المادة الثالثة عن اللائحة الداخلية يجب أن لا تمنح فرصة ثالثة، ولكن ما منحوا فرصة ثالثة المجلس حتى يعيد أو يصار إلى تشكيل حكومة مصغرة. هذا لم يؤثر، الذي يحدث في سرت سيدتي وهذا قلناه مرارا وتكرارا، أن الذي يقاتل في سرت عصابات مصراتة، ميليشيات مصراتة المسلحة المدعومة من قبل الغرب، مدعومة من قبل أمريكا، وهذا لا يعني بأي حال ليس جيشا ليبيا منضبطا، ولا يمثل أي لا تمثل هناك حاضنة له في أي من قبائل أو مدن ليبيا، هناك مجاميع مسلحة غير منضبطة وتخسر كل يوم عشرات الأرواح حصدا من وراء التفجيرات البحرية والقنابل، وهي عملية غير محسوبة. الغطاء الذي وفرته أمريكا وقوات النخبة الأمريكية البريطانية هي التي ساهمت بشكل كبير في تقدم هذه المجاميع المسلحة، ولكن حتى وإن تقدمت ليس من السهولة بمكان دحر هذا التنظيم. التنظيم كبير ومدعوم لوجستيا إقليميا ودوليا، وربما يعاد تمركزه في أماكن أخرى في الجنوب الليبي أو في الغرب الليبي. نعم. وأيضا حتى وإن تم استبعاده من مدينة سرت، هناك مشكلة أكبر سوف تحصل، لأن تم تحالفات قبلية لن تسمح بتواجد قوات مصراتة في سرت على خلفية ما قامت به من فضائع عام 2011. أستاذ عبد الحكيم، نعم أستاذ عبد الحكيم معتوق الإعلامي الليبي، شكرا جزيلا لك. تتواصل في مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له وبين ميليشيات الحوثيين وصالح. وأكدت مصادر أن القوات الحكومية تصدت لمحاولات عناصر الميليشيات مهاجمة مواقعها في غرب المدينة وحي الزنوج شمال المدينة، في حين وصلت تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية إلى مدينة الصلو جنوب شرقي تعز. جهود حثيثة تبذلها قوات الجيش اليمني والمقاومة لاستعادة السيطرة على الأراضي اليمنية من أيدي ميليشيات الحوثيين وصالح. في مدينة تعز اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وقوات دول التحالف العربي من جهة، وبين ميليشيات الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح من جهة أخرى في جبهات عديدة من المدينة. القوات الحكومية تصدت لمحاولات عناصر الميليشيات مهاجمة مواقعها في غرب المدينة وحي الزنوج شمال المدينة، وقصفت الميليشيات مواقع القوات في الزنوج بالمدفعية الثقيلة في محاولة لاسترداد موقعي الصومعة والتبة السوداء، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وتكبدوا خسائر فادحة.
كما وصلت تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية إلى جنوب شرقي تعز بعد تجدد الاشتباكات بين الجانبين في المديرية. وتسعى القوات الحكومية إلى استعادة القرى التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي صالح منذ أيام. وقامت طائرات دول التحالف العربي بمساندة القوات الحكومية اليمنية بقصف منطقة الربيع والضباب غرب المدينة، كما جددت الطائرات قصفها لمواقع الميليشيات في محافظة الحديدة الساحلية شمال غرب محافظة تعز بعد أن كانت قد استهدفت مطار الحديدة والمطار الحربي ومعسكر الدفاع الجوي ومعسكر أبو موسى الأشعري ومدينة الخوخة. نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد الفاصل. جون كيري يبحث في كينيا قضايا الأمن والتصدي للإرهاب في قارة أفريقيا. الرئيس السيسي يؤكد في حديث للصحف القومية أن القرار المصري مستقل وأن العلاقات مع دول العالم تقوم على الشراكة لا التبعية. هجوم للقوات الكردية ضد الجيش السوري في الحسكة، والمعارضة المسلحة تستعد لعملية عسكرية من تركيا ضد داعش في جرابلس. القوات الليبية تواصل تقدمها في مدينة سرت وتستعيد السيطرة على مقار استراتيجي من قبضة تنظيم داعش. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في هذه التغطية الإخبارية بانوراما النيل. الآن إلى وقفتنا الأولى في هذه البانوراما وهي النشرة الاقتصادية. نعم، نتحول للزميل محمد سليمان، تفضل. أشكرك منى وشكرا لك علي. مرحبا بكم، وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها. وزير الطيران يعلن اتفاقا مع الجانب الروسي على خريطة الطريق لعودة حركة الطيران بين البلدين. مرحبا بكم مجددا. أعلن وزير الطيران شريف فتحي أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على خريطة الطريق لعودة حركة الطيران من خلال وصول عدة وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق وعرض آخر ما توصلت إليه لجان التحقيق وآخر ما تم تطويره من الأجهزة الأمنية بالمطارات. وأشار الوزير إلى أن الجانب الروسي أبدى تعاونا كبيرا في عودة حركة الطيران إلى مصر مرة أخرى، موضحا أن الوزارة انتظار وصول وفد الروسي نهاية الشهر، وذلك لأن زيارة الوفد الأخيرة هي المحدد النهائي لعودة حركة السياحة والطيران الروسي إلى مصر. أكد وزير النقل جلال سعيد أن الإسراع في تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق يعتبر أولوية قصوى لوزارته. وأضاف الوزير خلال تفقده لأعمال تنفيذ المرحلة الرابعة أن خطوة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى بعد استكمالها من المستهدف أن تستوعب ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميا، بما يساهم في الحد من الاختناقات المرورية بالعاصمة. جولة ميدانية جديدة لوزير النقل الدكتور جلال سعيد تفقد خلالها أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق بمصر الجديدة. المشروع ده احنا دلوقتي موجودين هنا على عمق 30 متر تحت الأرض دلوقتي، والمشروع ده عليه مجموعة محطات بدأت بمحطة الأهرام اللي تم افتتاحها، ثم محطة هارون اللي احنا فيها دلوقتي وهتدخل بقى في مرحلة الأعمال التشطيب، ودي 3 مستويات زي ما احنا شايفين، ثم بقى محطة أخرى في هليوبوليس، والمحطة دي مش هتبقى على مستوى واحد، على أكثر من مستوى، لأن الخط ده عندها يتفرع اتجاهين، فرع اللي هو رايح السلام
عن طريق شارع جيش السويس وعن طريق طريق إسماعيلية الصحراوي ثم إلى التقاطع مع طريق الدائرة. أعمال الحفر انتهت في تلك المرحلة قبل الموعد الزمني المحدد لها، وهو ما أكد عليه القائمون على المشروع من أجل سرعة استكمال باقي المراحل. كان مخطط أن احنا نوصل لبداية هليوبلس في نهاية 9، نهاية 10 نكون خرجنا من هليوبلس. النهاردة الحمد لله وصلنا ل 1100 متر وعدينا هليوبلس ب 100 متر، يعني احنا عدينا هليوبلس ب 100 متر. كان مخطط طبقا للتخطيط أن احنا نوصل الكلام ده في نهاية 10، احنا الحمد لله النهارده قبل نهايه 9 وصلنا للمرحله دي، لان كان المخطط برضو طبقا للتخطيط ان احنا بنركب 6 حلقات يوميا. احنا بدانا يعني الحمد لله وصلنا ل 10 و12 حلقه في اليوم، فده طبعا حقق معانا وفر كبير قوي. هو حضرتك احنا المفروض ان احنا عندنا محطه هارون، محطه هليوبلس، الف مسكن، نادي الشمس، النزهه. حققنا نسب إنجاز عالية جدا في محطة الألف مسكن دلوقتي بنسبة 85% من الأعمال المدنية والخرسانية تم تنفيذها. بنسبة 80% نادي الشمس حققنا نسبة حوالي 40% محطة اليوبلس، ودي كانت آخر محطة احنا استلمناها، ودي أكبر محطة موجودة في المرحلة لأن هي محطتين فوق بعض. يستهدف التوسع في مراحل خطوط مترو الأنفاق بعد استكمالها استيعاب نحو 9 ملايين راكب يوميا، بما يساهم في الحد من الاختناقات المرورية. من محطة هارون بمصر الجديدة على منتصر النيل. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القيمة المقدرة للحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق بمصر تقدر ب 30.2 مليار جنيه عام 2015. وأوضح الإحصاء في دراسة عن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2015 أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 6200 حالة، بينما بلغت الإصابات الشديدة نحو 15850 إصابة، والطفيفة بلغت نحو 3480 إصابة. أعلن وزير الزراعة عصام فايد أن حصيلة المرحلة الأولى من مزاد بيع الأراضي الزراعية والتي استردتها لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة بلغت حوالي 164,517,000 جنيه، وهي حصيلة بيع 13 قطعة بمساحات مختلفة. وأوضح وزير الزراعة أنه من المقرر طرح عدد آخر من القطع والمساحات التي استردتها اللجنة في مزادات علنية أخرى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. انتهت أخبارنا الاقتصادية، وعودة لأخبار السياسة مع زميلي علي مبارك ومنى الشايب. تفضل. شكرا محمد. بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الأمن الإقليمي، خاصة الوضع المتوتر في جنوب السودان. وقد استهل كيري اليوم في نيروبي جولة ستقوده الثلاثاء والأربعاء إلى نيجيريا لبحث كيفية مكافحة جماعة بوكو حرام، قبل أن ينتقل الأربعاء والخميس إلى السعودية، حيث تشمل مباحثاته النزاع في اليمن والحرب في سوريا والحملات الدولية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. كما اجتمع الوزير الأمريكي بوزراء خارجية كينيا وأوغندا والصومال والسودان وجنوب السودان لبحث سبل منع انزلاق جنوب السودان مرة أخرى في حرب أهلية. تعقد اليوم قمة مصغرة بين رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينتسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في جزيرة أمام سواحل نابولي لبحث سبل الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي. ويخشى مسؤولون في بروكسل وبرلين أن يؤدي الاستفتاء البريطاني الذي أجري يوم 23 يونيو الماضي إلى استفتاء في هولندا إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب أيضا من الاتحاد. بدأت اليوم المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تقام سنوية للتصدي لهجوم محتمل من كوريا الشمالية. وحذرت الرئيس الكوري الجنوبية بارك غيون خلال اجتماع لحكوماتها اليوم من خطر رد من بيونغ يانغ بعد فرار عدد من الكوريين الشماليين، أبرزهم المسؤول الثاني في سفارة كوريا الشمالية في بريطانيا الذي أعلن عن انشقاقها الأسبوع الماضي. وقد أكد ناطق باسم الجيش الكوري الشمالي أن أي انتهاك لسيادة أراضي بلاده خلال هذه المناورات سيتم الرد عليه بضربة نووية وقائية.
قالت كيليان كونوي مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي دونالد ترامب أنه سيكشف قريبا عن حساباته الضريبية. من جانبه قال روبي كوك مدير حملة المرشحة الديمقراطية الأمريكية هيلاري كلينتون إن ترامب لديه شبكة علاقات مالية مشبوهة. يوما بعد يوم تتزايد حدة الانتقادات المتبادلة بين مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي من أجل الفوز بمنصب الرئيس. تبادل الاتهامات هذه المرة كان بين كيليان كونواي مدير حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وبين روبي كوك مدير حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، خاصة فيما يتعلق بالموقف المالي لدونالد ترامب. وفي إطار الدفاع عن ترامب أكدت مديرة حملته الانتخابية بأنه سيكشف عن عائداته المالية في الوقت المناسب بعد الانتهاء من عملية التدقيق التي تجري بشأن الموقف المالي. أعلم أن ترامب سيعلن بكل شفافية عن رقم كل شيء. أعتقد أننا نسير بكل تأكيد في إطار عملية المساءلة. أنا أعلم بأنه منذ أن تسلمت منصبي الجديد بأن عملية التدقيق مسألة صعبة، وأن ترامب سيكشف عن عائداته المالية بمجرد الانتهاء من هذه العملية. في المقابل اتهم روبي كوك مدير حملة كلينتون المرشح الجمهوري بعلاقته المالية المتشابكة مع روسيا وأيضا مع بنك الصين ومدى تأثير ذلك على العلاقات الصينية الأمريكية. أعتقد بأننا عندما نتحدث عن الشفافية وعندما نتحدث عن إعلان ترامب لعائداته الضريبية، يجب عليه أن يشرح علاقاته المالية، وخاصة بعد الأخبار التي نشرت بأنه مدين لبنك الصين بملايين الدولارات. ترامب يتحدث طوال الوقت عن الحرب التجارية مع الصين. ويسعى المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إعادة إطلاق حملته الانتخابية على أسس جديدة في ظل تقدم منافسته الديمقراطية عليه في استطلاعات الرأي بعد أسابيع من السجالات المتتالية إثر تصريحات له أثرت بشدة على حملته وعلى شعبيته. تتحول في نشرتنا إلى أخبار الرياضة. الزميلة ياسمين القفاص.